17 كانت صارت الحكايه هذيا. احكي لنا تفاصيل الساعه كيفاش صارت ومن بعد تم التوضيح. نجم نقول غدره من الاصحاب كما نجم نقول غيره حسد وعبيد ما حبتنيش نطلع عليهم معناها نتفوق عليهم هم اصحابي اوكي اما شوف انا قاعده نعمل في الفلوس في حياتي وهما في نفس المستوى قاعدين معناها سي بوغ سا معناها عملوا لي مينا في بينهم صغيرة يا أخي ما كانتش صغيرة بري وزادة أنت خليتهم عاونتهم أنا عاونتهم فيش عاونتهم ما تنجمش تقول عاونتهم خاطر أنا حكيت عطيتهم فرصة خلينا لا أنا حكيت سري خاطر اللي أنا نورمالمون ما نحكيش زادة عطيتهم فرصة عطيتهم طريق باش ينجموا يعملوا لي معناها كيف صارت الحكاية صارت الحكاية كأنا تعاركت أنا وأنامي تعاركنا عركة عادية مش مستاهلة باش يصير هذاك الكل طلع سرق لي مفتاح داري بعدين بعد قالوا هو قال لي سرقت لها بالحق مفتاح دارها سرق لي مفتاح داري تعاركت انا وياه في وسط الدار طردته وانا نورمال معني وحدي وتالي عصابي نقول له تنجم تتفضل معني عادي دار داري وانا حرة معني شكون نقبل فيها ما حبش يخرج حب يكبش يقعد في الدار وحس وعيات ودرشني درشني درشني كلمت المرافق نتاعي اللي هو الطفل ديما معايا اللي طلعوا فيه اشاعات اسم عملوا له اسم مستعار انا ما كنتش نعرف مروج وعنده 25 منشور ما فهمش منه حلبودة ما فهمش الطفل اسمه كاي اسم عادي اسم حلبودة هذا ما فهمش بالحق نحب نوضح النقطه دي خاطر اسم حلبودة ما فهمش انا بدي تصدم الطفل نعرفه ما عندوش حتى منشور تفتيش ما عنده حتى كي عنده حكايه قديمه واموره واضحه والطفل يخدم معايا معناها مش خدم معايا واحد عنده مشكله في الحاكم مش هو معناها نقي السوابق لا اما معناها ما عنده حتى شيء مادام وصل خدمه معايا خدمت طفل معايا معني مريقل جاي خرجوا من الدار انا في الدار نلم في دبشي باش نمشي لدارنا هكاك ويتحل المفتاح صارت شوشره في الدار الباب بالمفتاح اي يتحل الباب بالمفتاح صارت شوشره في الدار خرجوا الطفل على اساس عركه وما عركه يعني الطفل يعمل كي يمشي يزرف ساشي دغوك في الدار يحطها ويخرج معنا يحطها ويخرج ويجيب لنا الحاكم وبعد هذا انا كيفاش عرفت الحكايات هذوما الكل في الرابور السري اللي بعثته الفرقه بعثوا اللي هو حللهم بالمفتاح واللي هو شكون هو السيد هذا؟ هذا والله واحد صحاب انا وياه ما عندك حتى علاقه بها بار الصحبه ليه صحاب عادي انا حسبته كاخوك عشيري يقولوا احنا يخدم معاك قلت ما يخدمش معايا الاخر يخدم الاخر يخدم معاك لا ما يخدمش معايا اصحاب هو بطبيعته ريته طفل نظيف ومعناه ضاوي في وجهه وعاقل ونظيف ودرا شنيا قلت برا معناه بوركوا با مش ما نكونوش صحاب فهمت ماهوش بالحق ماهوش تاع مشاكل ماهوش تاع حد شيء انا فما حاجه حبيت نسالها وقت لي هز المفتاح وحل الباب وهز الشرطه هذا اللي سمعت انت ماكش في الدار وقت اللي صارت العركه بعد ما خرج هو طرته من الدار بعده بالضبط خرجت انا معناها الدار فارغه وقت اللي جا هو الشرطه الدار فارغه لا وقت اللي خرجت انا والطفل هذايا اللي معايا خرجت انا بالحق وقلت له امانه راني مخنوقه نحب نخرج ندور شوي وقت اللي خرجت قعدت حكيت ساعه غربة ندور في الشارع بالكهرباء ونحكي للطفل على الحكايه من الكل على رجعتي انا رجعت منه والحاكم جاي منه فهمت في وقت اللي خرجتي انا هو رجع بعدي حتى الضغوك مش جاب الحاكم وجاي وانا في التحقيق قلت طلبت باش نجيب الكاميرا نتاع الغيزيدونس حبيت نشوف رجع ولا ما رجعش خاطر انا متاكده اللي هو رجع وجابوا الكاميرا ولا جابوا الكاميرا نتاع الباب الاول والباب الثاني مالوغوزمون طلعت الكاميرا ضربه ماهيش مشكله هذه ممكن نرجع اما تقيدت له اللي هو مخبر يعني سبيب تاع حاكم هو معروفه بيه التيتر هذايا في اي منطقه في اي بلاصه اللي هو مخبر I'm a dreamer.